السفير الإيراني يؤكد من بلشعي أن مبادرة بلاده لحل الأزمة السورية لاقت ارتياحا لدى عدد من الأطراف اللبنانيين كونها جامعة وغير ناقصة. حمل السفير الإيراني غضنف الركن أبادي مبادرة بلاده لحل الأزمة السورية إلى رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي، مواصلا بذلك الجولة التي بدأها في هذا الإطار على عدد من المسؤولين اللبنانيين. بما أن هذه المبادرة تكون مبادرة جامعة وشاملة وتحتوي على مطالب الكل من المعارضة والموالاة، ففي كل اللقاءات اللي حصلت حتى الآن كل المسؤولين عبروا عن سرورهم وعن ارتياحهم وعن قبولهم بالنسبة لهذه المبادرة، نظرا لأن هذه المبادرة تكون مبادرة جامعة وليست ناقصة. وكان أبادي وضع الزيارة أيضا في خانة التهنئة بالأعياد.